جديد، كرة لعلي البريكي، الاسيست مرة أخرى من الشيخي، عليا هدف ثالث، روعة 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 النجم الساحلي. يوزع وبرقع برق الليل، برق الليل عليا، هو عليا باليمين جبهاله وفي الشباك، عارف انه عمره مفرح في هذا الملعب، يعرف ان زياراته كلها كانت بالمرارة بدون انتصار. بن يوسف ما يتمكنش من المراوغه والتسديد، واختير الهدف الاول، هدف ممتاز لصالح النجم الرياضي الساحلي، الهدف الاول في توقيت 20 دقيقه لعب عن طريق اللعب اللي تم اقحامه اليوم علي البريكي، هذا البريكي ويفتح النتيجه لصالح النجم الرياضي الساحلي امام الاعاده بهدف ممتاز. ما تمكنش الحال في 20 يعني التصدي اللي بيكون هدف ممتاز من مسافه ايش؟ سيرجي بيان في المرمى، ثاني الاهداف، ثاني الاهداف، روعة 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 من جانب علي البريكي، بالاكستيريال جي بي، بالاكستيريال جي بي على طريقة الكبار، شوف الكرة بالاكستيريال جي بي، بيان تنصر الحماسي، رغم انه الحارة طويلة القامة، لكن الكرة في سقف المرمى لا تصد ولا تصد.